بدنا نفتش البيت يا اختي. كيف قضوا علينا؟ لا تخافي ان شاء الله ما بيفوتوا. رح تفتش. شوفي خير ابو جوده. شوفي انت ما دخل. شلون يعني ما دخلني؟ فكرني جاي من غير حاره انا؟ شو بدك ببيت عمي ابو حاتم؟ بدنا نفتشوا. اسمعوا على هالسمعه بدهم يفوتوا على البيت. انتوا مو فتشتوا هذيك المره؟ هاد مو شغلك ولا تخليني القي القبض عليك، فهمت؟ يا افندي فهم علينا، البيت ما فيه رجال وانت بتعرف يعني بالاصول. هذا البيت له حرمه. لخير شوفي شكرا هالطعنة هاي. طب شوفي شوفي طعن هون. شو صاير؟ فوتي لجوها يا حرمة فوتي. شو هاد؟ عملونا شغلتهم لسا، كل يوم والتاني بدهم يفتشوا هالبيت. من الاخر عمي شو بدكم؟ في اخبارية انه صفى عنكم بالبيت. العوايني تبعك مكذب عليك، ما في عندي حدا بالبيت. ايه طيب العوايني تبعي كذاب وانا بدي فتش البيت. اسمعي يا عمو، هدول حقيقتهم فايتين فايتين. خذي صفا وطلعوا على الاسطوح، ومن اسطوحنا بتنطوا على اسطوح بيت ابو بشير. لا تطولوا ببيت ابو بشير، دغري بتاخديها وبتروحوا لبيت اختك مطيعه. حسبي الله على ال شلون يعني كنت الله العظيم عم بقول لكم ما في زلم جوا. ايوه باي سلام. يلا 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 يلا. هاي بنته تبع المظاهرات. بلا سيدي تبع الصوره الله يستر علينا. يا شريفه صفا. يا مرحبا. اهلا وسهلا خالي. وينها صفا؟ لازم نهربها فورا. خلص مشي حالهم تيسروا. يعني هربت مشي الحال؟ ايه هربت، طلعوا من على الاساطيح. بدنا نفوت، بدنا نفوت ابو عصام. عظيم خليني فوت. عمي شو بدهم يفوتوا؟ كمان بيقولوا له حرمة. يا عم السلام وسهلا. اكرم الله، الله يرضى عليكم. خلص شيخ عبد العليم تفضل. شرفوا خدنا طريقك. يلا يلا تفضل يا يلا 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 ما في شيء. نعم سيدي ما في شيء. تفضلوا يا جماعة تفضلوا. السلام عليكم. تفضلوا 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 يا جماعة تفضلوا تفضلوا. لك الله يخلصنا منهم بقى ولا يوفقهم يبعث لهم 100 حمى. آمين يا رب. مشان الله يا مطيعة، ما في شي حدا يروح على بيت أهلك يطمن لنا عليهم؟ والله العظيم أنا قلبي مو مرتاح منه. لا تاكلي هم، هلا إن شاء الله بيجي عبده بيطمن، إن شاء الله ما في شي. هالمنظومة كانت بدها ترجع على البيت لما عرفت إنهم فاتوا. يو، لك بدك ترجعي يلقطوكي هالأرجاس؟ والله أنا حاسة حالي عم جيب لكم مشاكل كتير. والله بزعل منك، شو هالحكي هاد؟ بس هيك تحكي هاد الحكي قدام أمي وعمي أبو حازم، والله بيزعلوا منك خيرات الله. يا شريف لا تحكي بنوم، كلياتنا مجبورين فيكي رجال وحريم، وأي بيت بتفوتي بتشرف فيكي. الله يخلي لي إياكم، الحمد لله رب العالمين، الله عوضني عن أهلي. هلا فهميني، مين من النسوان عرف إنه صفى عنا؟ لأنه هدول النسوان ما بتنبل فولة بتمهم، مفكرين القصة مزحة. والله يا ابن عمي ما في غير سعاد اللي عرفت من جوزها، وام زكي اجت لعنا على غفله وشافتها وحكينا لها قصتها. وليش تحكي لها؟ ولك قلي لها ضيفه وقعدي عنا. يا ابن عمي اول باشتان ام زكي بتعرف سنسال عيلتنا كلياتها، شو نسيت انها تضايق؟ وما مرقت عليها حكايه القرابه؟ وتاني باشتان ام زكي بتتامن وما بتفشي سر. بزمانه خبوا ام جوزيف الله يرحمها عند منا بالبيت، وما حدا دري بشي منوب. انا ما عم اقول لك ام زكي اللي حكي، بس كلمه من هون وكلمه من هون وصل الخبر للفرنساوي. ابن عمي هدول مأكد لهم عواينيه بكل حاره، بقى ما لهم ناطرين كلمه من ام زكي. اخ لو اعرف بس مين هالعوايني الواطي اللي وصل الخبر للفرنساوي، والله لخليه يعبر قدام الخلق والناس. معلش ابن عمي انقضت على خير والله ستر. اللي بدك اعمل لك شيء تشربه؟ ما بدي اشرب شيء. قومي لقلك قومي قومي، خلينا نطمن على صفا وشريفه عند مطيعه. ايه والله معك حق، لازم نقوم نطمن عليهم. كيف لك يا ابو عصام؟ بيت عبد الرحمن بعرفهم منيح يا اخي، هدول من كباريت الانوات. وادهم شب ابضاي بيعجبه بشرواك بالخير، وابوهن لادهم احسن مين صنع حنتور بالشام كله. عاتير معناتها والله بدك تهم عليها وتروح معنا. لوين؟ لبيت ابو ادهم.
ابن عيوني بس فهموني ليش. اكيد في دازوت بين هالتاول وخبره. حسبي الله ونعم الوكيل على الحال اللي وصلنا له. عم يقول لك شغله يعني ما بعرف شلون هيك قلبي عم يحسني انه كل ما عم تزيد الحاجه والقله بين الناس عم يكتروا مقابير الحرميه والعوايميه وهدول الدواسيس. مظبوط. الفرنساوي عم يجور على العالم فوق الهمه وضعاف النفوس عم يبيعوا حالهم. الله يقدم اللي فيه الخير. حسبي الله ونعم الوكيل. يا ام مطيعه الله يرضى عليك. عملي لنا ليموناده قلنا كلياتنا. شفتي لعمك ابو حازم ما شفتي قديش معصب وطالع اخلاقه علينا؟ حافظ انا تقبل مني. يوه 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 خلصنا بقى يا عمو تقبليني. خلصنا بقى. مرقت على خير. قولي الحمد لله. الحمد لله. بتعرفي يا عمو جنابها كانت بدها ترجع بس عرفت انهم فاتوا على البيت. يوه شو هالحكي لك بنتي؟ انت لازم تضلي هون لحتى تهدى الاوضاع، فهمتي؟ الله يرضى عليك، نحن بنحبك كثير. خليكي عنا على الله تقبليني معلش. الله قدر الوضع، الله قدر الوضع. بس تقبليني بس. بس يا مو بس انا بتطالع. ليك انك هلا يا فلان خان وما بتزوريني؟ لا بتدبل عده يا بعد. يو وبعد العده؟ بعد العده فلان خان مو نحن اخواننا ولا بعض؟ ايه بلا معك حق. سكريه ليش ما جبتيها معك؟ ايه دخيلك بلا جيتها معي نزلت على الدكان اصلا. يو شلون هي؟ ايش تعرفني؟ قال بفلسطين هيك بتنزل على دكانات جوزها. اسكتي يا فلان شو حكت لي على فلسطين؟ قال قديش حلوه. يا رب يا رب الهي وانت جاي الله يطعمنا زيارتها. آمين يا رب العالمين. إيه شو علي؟ فليالو هلا عن جد عن جد سعيد استلم الرزق؟ إيه صحيح. أيوه وما لقيته غيره؟ شو بو سعيد يعني؟ رجاله قد حاله ونحن اشتريناه. اشتريته؟ أيوه ستي بصفله. تعال احكي لك ايش عملت لي على فلسطين. قال فلسطين بتطير العقل واهلها كثير طيبين. وبعدين قالت لي بالسوق عندهم في شغلات كثير حلوه. خير سارة؟ صار شيء لاهلي؟ بهون شيء؟ من تمك ابن عمي بعيد الشهر. لكن شو جابك؟ الضابط قال لي انه بيقدر يطلعك براءة من هي التهمه. شو؟ شو عم تحكي انت؟ شو وصلك للضابط؟ اهدأ ابن عمي. بالزياره الماضيه لما كنت هون ايه اجى الضابط وقال لي انه في غرض مخبيه ادهم عبد الرحمن وهو رفيقك. اذا بتعرف شي عن هذا الغرض خبرن ابن عمي. خبرن وبتطلع براءه. ادهم ما غيره؟ صار لي سنين ما شفته وكل اللي بعرفه انه هو عندهم محبوس بين ايديهم. ما ايش كان ما حكالهم رح يحكي لي؟ وبعدين شو هاي الشغله اللي بدهم اياها منه ليكون بدهم السلاح اللي مخبيه؟ إيه أنا شو بيعرفني وين مخبيه؟ والله ما بعرف ابن عمي. أنا بدي من كل هالشغلة تطلع بخير وسلامة. ما استفدنا شيء معناته، ما استفدنا شيء. أنا ما بعرف شو اللي بدهم إياه منه. بعدين إيمينا بنخاف نكون بتهمة نصير بتهمة تانية. هالكوانة ما عجبتني، فكيها سيرة. And